في 12 من ربيع الأول لعام الفيل ولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ليال وأشهر من الحمل رأت فيها آمنة بنت وهب الأنبياء جميعا، ورأت الملائكة يصطفون أفواجا، ورأت كأن الطيور قد سدت الفضاء بأرجل خضر ومناقير كأنها الياقوت، ففي بطنها الرحمة الكبرى والفرح الأعظم الذي أنزله الله على الأرض. وفي هذه الليلة قد ولد، وهذه الليلة أيضاً نحيي ذكراه الطيبة مع فرقة أحباب المصطفى. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد، الله الله وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد، الله الله من معالي أحمد، وبريق النور يبدو من معالي أحمد. بليالي المولد، بليالي المولد أحمد يا حبيبي حبيبي، سلام عليك يا عون الغريب، سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي، سلام عليك يا عون الغريب، سلام عليك يا عبد الله يا حبيبي حبيبي، ذي العز الرصين ابن هاشم ابن كعب الغريب، ابن كلاب ابن مرة ابن مطر ابن نزار ابن عبد، سلام عليك فيا له من نسب المصطفى قد على متن الثريا شرفا. أحمد يا حبيبي حبيبي، سلام عليك يا عون الغريب، سلام عليك جئت بالتوحيد، سلام عليك من رب وحيد، سلام يا عون الغريب،
بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الليلة المباركة والطاهرة. واليوم معنا للحديث عن هذا الموضوع عضو مجلس التصوف الأعلى في فلسطين السيد جميل المصري. أهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. يعني لو نتحدث قليلا عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزوله على الأرض كان فرحة كبرى نستحق أن نحتفل بها كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على النبي في القدم، سيد الكائنات عروس المملكة الربانية، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما كانت الأكوان ولا خلق قبل نوره إنس ولا جان. إن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد جاءنا هدية من الله سبحانه للبشرية جمعاء، ففيها الفرح والسرور والنجاة يوم القيامة من هول وعذاب شديد. ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم الذي ولد فيه، هو أفضل الأيام على الإطلاق والليالي، وأفضل من ليلة القدر كما قال العلماء، لكن هذه الليلة لا تتكرر. ففي ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءتنا البشائر العظمى من الله سبحانه بمولده صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية والهدى، رسول النور، رسول جاء رحمة لهذه المخلوقات التي على الأرض. نعم. ليدلهم على الطريق الصحيح. ليدلهم على الله أولاً، ثم على طريق السلامة والنجاة، وعلى توحيد الحق سبحانه وتعالى. طب الاحتفال بالمولد النبوي، أول من احتفل بالمولد النبوي، أول من كتب قصة المولد النبوي، وعلى ماذا تعتمد هذه القصة؟ أول من احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: لما تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال: هذا يوم ولدت فيه، وفيه أنزلت علي النبوة، أو نبئت فيه. أول من احتفل في القصة التي نقرأها هو مولانا الإمام الحاكم العادل المجاهد السلطان الملك المظفر ملك إربيل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يحتفل احتفالا شديدا. جاء رجل عالم كبير من المغرب العربي مرورا بمصر والشام، ودخل العراق، ثم اتجه شمالا إلى إربيل، وكان فيها هذا الحاكم، فوجد مولانا ابن دحية الخطابي المالكي رضي الله عنه هذا السلطان يحتفل احتفالا عظيما في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحتفل أياما وليالي، يأتي بالعلماء والسلاطين والأمراء والضيوف والصوفية رضي الله عنهم، ويذبح الذبائح ويطعم الفقراء والمساكين. يعني هو أول من احتفل بالمولد النبوي. نعم، بالمولد الذي نعمله قبل 1000 عام تقريبا، كما ذكر علماؤنا وكما ذكر العلامة الإمام تقي يوسف الدين النبهاني في كتابه حجة الله البالغ على العالمين في معجزات سيد المرسلين. هذا الرجل دخل عليه مولانا ابن دحية الخطابي فألف له قصة التي نقرأها في مولد البشير النذير، وبدأ من بعدها العلماء يؤلفون. طبعا هذه القصة هي صحيحة، لأن الجذور التي من أصلها هي في كتب السيرة كما رواها علماء السير، منهم مولانا الإمام السهيلي في الروض الأنف، ومولانا الإمام الحلبي في سيرة الأمين والمأمون، وغيره وغيره. هي أيضا التي تتحدث برضو عن الحديث الذي يقول أن آمنة بنت وهب رأت الملائكة. نعم. ورأت الأنبياء جميعا. نعم. وهي حامل بالرسول. هي السيدة آمنة كما ورد عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها رؤيا من رؤيا، أنا من رؤيا رأتها أمي. نعم. يعني هو قال إن رؤيا رأتها أمي، رأت الملائكة. وطبعا هذا أمر جائز عقلا وشرعا، لأن رؤية الملك والجان جائز شرعا. فرأت السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها، رأت الملائكة، ورأت كما قال مولانا ابن حجر الهيتمي في كتابه ومولده النعمة العظمى على العالم في ميلاد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن الملائكة قد دخلت، وجاءت آسيا بنت عمران ومريم أخت موسى، ومريم بنت عمران وآسيا مرت فرعون، كلهم جاءوا ليحضروا ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصل القصة هي من السنن والآثار المروية عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاحتفال بالمولد النبوي كان من 1000 عام من الآن الذي نحتفله،
لكن قبل 1000 عام، وهنا في تهمة يتهم بها أهل السنة والجماعة وخصوصا الذين يحتفلون بميلاد الرسول، أننا نعمل هذا الميلاد كما فعل الشيعة الفاطميون، وهذا كلام باطل فاسد، لأن أهل السنة والجماعة يحتفلوا به احتفالا عظيما بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحتفل المسلمون، ولكن أهل السنة والجماعة احتفالهم يختلف عن احتفال الشيعة. أساساً الشيعة لا يحتفلون بمولد رسول الله، إنما يحتفلون اختلف الاحتفال. الشيعة يحتفلون بموت رسول الله، وهذه شغلة مهمة. المسلمون أهل السنة والجماعة نحتفل بميلاد رسول الله. ليه؟ لأن الفرح مقدم على الحزن. طب خلينا نحكي عن 1000 عام الماضية. نعم. اللي بدأ فيها الاحتفال بالمولد النبوي كما هو الآن. نعم. ماذا كان دور الصوفيين في هذه دور الصوفية هي تفعيل وتنشيط المسلمون وتحفيزهم لمحبة رسول الله بمولده والاحتفال به وتعظيمه. ولذلك يقول ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه أنه لا بأس ويسن إظهار الفرح والسرور والزينة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قديما في نابلس وبلاد الشام ومصر كان المسلمون يزينون بيوتهم وشوارعهم ومساجدهم احتفالا، لأنه لما يدخل الغريب على البيت أو على المدينة ويرى الزينة يسأل لماذا هذا، نقول له هذا ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نتكلم أيضا عن دور الصوفيين في هذا الاحتفال، لكن بعد أن نسمع وصلة من المدائح النبوية مع فرقة أحباب المصطفى. صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحن الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة. صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحن الهمة.
مشاهدينا الكرام الحديث عن دور الصوفيين في الاحتفال في المولد النبوي الشريف مع الأستاذ جميل المصري. يعني الكثير يستنكر على الصوفيين الرقص في المولد النبوي أو القيام عند الحديث عن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تردون على ذلك؟ طبعا الرقص هو التواجد والوجد، ورد في حلية الأولياء للعلامة الكبير أبو نعيم الأصفهاني أن الصحابة رضي الله عنهم كما كانوا يتمايلون في الذكر كتمايل الأشجار في الريح إلى قدام وإلى عراء يمنة ويسرى، وهي عبارة عن حركة الروح الموجودة في داخل الجسد، لأن الروح هي الأساس وهي مظهر الوجود. ولذلك إذا الإنسان سمع خبرا مفرحا يفعل أفعال بالتصفيق والتصفير والرخص، وإذا سمع خبرا محزنا يبكي ويضرب وجهه أو ينتف شعره أو هذا، وكل ذلك تعبير عن حالة الروح. الصوفية رضي الله عنهم هم علماء كبار، مفسرون، محدثون، هم حملوا هذا الدين بأمانة. فلما كان الصحابة يتمايلون طرب الأرواح عند سماع الذكر أو القرآن، كانت الأرواح لأنها أرواح لطيفة متعلقة في الجسد ومشتبكة به كاشتباك الماء بالعود الأخضر، رأينا هذه الحركة. ولذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان يرى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقص ويحجل على قدم واحدة فرحا برؤية رسول الله، لأنه ما كان يستطيع أن يتمالك نفسه. ولذلك هي الحركة حركة طبيعية للروح، لكن نراها في الجسد، ليس أي إنكار، لأن الدليل واضح عن الصحابة. حتى ورد عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبة الجمعة عندما يكون الأمر شديدا كان يضطرب اضطرابا على المنبر،
ولذلك هذه الحركة هي تعبير الروح وفرحها بمذكورها وهو الله. إذن هي استجابة لحالة الروح. نعم. طيب شكراً لك أستاذ جميل المصري. ومشاهدينا الكرام، نبقى مع فرقة أحباب المصطفى مرة أخرى حتى نستقبل الضيف الثاني في هذه الليلة، السيدة الداعية أم إسلام الدبعي. يا سيد الكونين جئتك قاصداً، أرجو رضا والله يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وحق جاهك إنني بك مغرم والله. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. أشتم العطر المنثور لو ذكرك علساني دور، لو ذكرك علساني دور. أشتم العطر المنثور لو ذكرك علساني دور، لو ذكرك علساني دور. وفي مجلسنا بحضور، وفي مجلسنا بحضور، وفي مجلسنا بحضور. لما صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعالا، لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعالا، سائقال أضعاني سربي، سائقال أضعاني سربي، نحو هاديك البقاع. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. لما تخطر في بالي والله يتغير حالي، والله يتغير حالي. لما تخطر في بالي والله يتغير حالي، والله يتغير حالي. أتخيل وصفي الغالي، أتخيل وصفي الغالي، أتخيل وصفي الغالي، ياخدني وصفه وترى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أشعر بوجودك تسمع تسمع تسمع، يا أشعر بوجودك تسمع، قلبي ناديك ويخشع، والله يا الهادي نطمع، والله يا الهادي نطمع، والله.
يحيل العين. ويا جد الحسن والحسين، أنا روحي فيك الهاشمي، والآل والأصحاب لظل امدح لهم ما دمت حيا. تدر علينا من ثانية الوداع، طالع تدر علينا من ثانية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في هذه الليلة في ذكرى المولد النبوي الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى الطاهرة للرسول الذي جاء رحمة وفرحا للناس أجمعين. نتحدث الآن مع الداعية أم إسلام الدبعي. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا بيكي ست أم إسلام. يعني النساء يحتفلن بالمناسبات الدينية بشكل عام، لكن ضمن ضوابط وشروط. كيف يتم الاحتفال لدى النساء بالمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار دون سابقة عذاب، إنك أنت الله الرحمن الرحيم. النساء يحتفلن دائما بالمناسبات الدينية وخاصة بمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير، والأمتين العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. المولد النبوي الشريف فرحة كبيرة جدا عند النساء المؤمنات المسلمات، بشكل فرحة كبيرة جدا. فعلا في فرح بتحسي داخل صدور النساء وفي داخل البيوت، تكمن الفرحة في داخل البيوت، حتى أن البيوت تتزين والحارات تتزين والأسواق تتزين وبيعملوا النساء الحلويات. في حلويات خاصة بالمولد النبوي والمناسبات الدينية؟ لا، ما في حلويات حاليا، ما في حلويات خاصة، أما قديما كان في بيعملوا الفتوت وبيعملوا الفطير وبيعملوا كانوا الغريبة وكانوا بيعملوا هاي الأشياء، وخاصة الحلاوة وزلابية. هذه الأشياء كانت تنعمل وتتوزع على الأقارب وعلى الأصحاب وبالأسواق. الآن الدارج البسكوت والنواشف والكنافة هذه اللي بتتوزع. في اختلاف بين احتفال النساء بالمولد النبوي قديما وحديثا؟ مش اختلاف كثير، لا ليس اختلافا كبيرا. كانوا في القديم قلت لك كان في زينة أكثر، كان في بهجة أكثر، كان في توزيع للحلويات أكثر، كان في زيارة أرحام يتواصلوا مع بعضهم البعض، بيزوروا البنات وبيخدولهم. كانوا ياخذوا الغريبة أكثر شيء، كانوا ياخذوا مع بعض اللهم صل على سيدنا محمد الحلويات، النواشف كانوا ياخذوا معهم بعض الحلويات المتاحة كانوا ياخذوها ويروحوا يزوروا البنات بهذا اليوم الطيب الأغر المبارك. طيب، في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتم ذكر قصص للرسول مع أهل بيته، كيف بعامل أهل بيته، كيف بعامل طبعاً زوجاته، كيف طبعاً بعامل بناته. طبعا أكيد في الاحتفالات الدينية كليتها في ذكر
لقصة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي تعامله وأخلاقه وشمائله كليتها بتنحكى في قصة المولد في المناسبات الدينية وغير الدينية. النساء بتكون حريصة إنها تعمل قصة المولد النبوي، لما بيجيهم ولد، لما سبحان الله لما بيصير في زواج، لما في بيصير مناسبة سعيدة يعني بالأسرة. لم يتوقف الاحتفال بالمولد النبوي في ذكرى المولد النبوي، بل لا. قراءة السيرة النبوية في المناسبات عديدة. المختلفة نعم، في مناسبات عديدة وفي مناسبات كثيرة، وخاصة في الزواج وفي الإنجاب لما بيجي للأسرة طفل جديد، هذا كمان بيعمل. طب كيف بتشوفي حضرتك هذا الاحتفال الدائم وقراءة المولد النبوي بشكل دائم؟ والله شيء جيد جدا وحلو كتير، وغالبا بتحبه النساء كتير، ولما بيكون في مولد في إحدى المنازل أو في أحد المنازل عند حدا من الأقارب أو الأصحاب أو الجيران، بتلاقي النساء حريصة جدا إنها تروح وتقدم التهاني وتسمع قصة المولد النبوي الشريف في هذا اليوم الطيب الأغر طهر. اللي هذه الذكرى العطرة اللي بتحبها النساء. شكرا لك ست أم إسلام على هاي المعلومات، وشكرا لأنك كنت معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. إذن مشاهدينا الكرام، بنرجع لوصلة من المدائح النبوية مع فرقة أحباب المصطفى ثم نعود. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. ينصر هذا الدين رغم الملحدين. يا غفار نحن بك آمنا، وبرسولك المختار صدقنا. يا غفار نحن بك آمنا، وبرسولك المختار صدقنا. فاغفر لنا مولانا وارزقنا يا رب الفوز بالجنة. اغفر لنا مولانا واعف عنا وارزقنا يا رب الفوز بالجنة. ندعو الله الغفار بجاه المختار، ندعو الله الغفار بجاه المختار، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. ندعو الله الغفار بجاه المختار، ندعو الله الغفار بجاه المختار، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. محمد قد أتانا بالقرآن، والقرآن منزل من عند الرحمن. محمد قد أتانا بالقرآن، القرآن منزل من عند الرحمن. محمد قد أتانا بالقرآن، والقرآن منزل من
من عند الرحمن. محمد قد آتانا بالقرآن، القرآن منزل من عند الرحمن. قام بحفظه الصحابة الكرام، أبو بكر، علي، عمر، عثمان. قام بحفظه الصحابة الكرام، أبو بكر، علي، عمر، عثمان. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، دستورنا القرآن وديننا الإسلام. إلهنا الرحمن خالق الأكوان. حبيب محمد أبهر الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. مولد حبيب محمد أبهر الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. ندعو الله الغفار بشان المختار، ندعو الله الغفار بشان المختار، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. إذن نعود مشاهدينا الكرام إلى السيرة العطرة والذكر الطيب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضيفنا الآن الشيخ سعد شرف، الإمام والمحاضر وعضو مجلس التصوف الأعلى. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا بكم يا مرحبا. يعني شيخ سعد، ما مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع تحريم بعض الفرق له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة الاحتفال بالمولد النبوي لا شك أنه أمر مبتدع، لكنه أمر له أصل في الشرع وأصول في الشرع، وهو يدور في الأصول العامة للشرع. كيف مبتدع وله أصول في الشرع؟ لأنه هناك في الإسلام البدعة الحسنة. المخالفون يقولون لا بدعة حسنة في الإسلام، بينما جمهور أهل السنة والجماعة يقولون أن هناك بدعة حسنة إن كانت لا تتعارض مع شرع، تصب في الأصول العامة للشرع وفي مقاصده العامة. والاحتفال بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كله مقاصد عامة للشرع. أولا فيه إذكاء لحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر سيرته العطرة، فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إذكاء أيضا للأخلاق الطيبة بين الناس. نعم، وبالتالي يعني الفعل بحد ذاته مبتدع، لكنه يدخل في البدعة الحسنة. والمخالفون ينكرون وجود إشي اسمه بدعة حسنة. وسيدنا عمر بن الخطاب حسم الأمر لما سئل عن جمع الناس في صلاة التراويح في المسجد، قال بدعة ونعمة البدعة هي. فالمخالفون ليسوا أعلم من سيدنا عمر ولا من غيره. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. والذي يحدد كونها حسنة أو سيئة هو الفعل نفسه، فالفعل نفسه مشروع، له أصول تشهد له وأدلة شرعية تشهد له. الأدلة التي تأمر بالذكر، الأدلة التي تأمر بأن نفرح برحمة الله سبحانه وتعالى اللي هو سيدنا النبي، والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبيقول في موضع آخر: قل بفضل الله وبرحمته، يعني برسول الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى قول الله تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله، يا موسى ذكر قومك بالأيام الفيصلية في تاريخ المسلمين. والعبرة في هذه من الأصول، والعبرة في بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي ينبغي على الأمة الإسلامية أن تذكر أبنائها بالأحداث الهامة في تاريخ الإسلام، الأحداث الهامة في تاريخ البشرية التي غيرت مجرى التاريخ
وأي حدث أعظم من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي نحن نمتثل أمر الله وذكرهم بأيام الله، ولادة النبي يوما من أيام الله. وبالتالي نحن لم نخرج عن شريعة ولم نخرج عن نص، إنما ندور في النصوص العامة للشرع. طب كيف يردون على قول النبي يوم الاثنين هو يوم ولدت به، لذلك كان يصوم يوم الاثنين؟ سيدنا ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري بيقول بالنص: وقد تخرج لي عمل المولد على أصل صحيح. كان يعمل مولد في مصر في زمانه، قال: وقد تخرج لي، يعني هناك دليل صحيح في صحيح البخاري على أن الاحتفال بالمولد أمر مشروع. الدليل الذي ساقه ابن حجر شارح صحيح البخاري أن أهل المدينة كانوا يعني اليهود المدينة كانوا يصومون يوم العاشر من محرم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: نصومه احتفالا، لأن الله نجى سيدنا موسى من فرعون في ذلك اليوم. فماذا قال سيدنا النبي؟ قال: نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن أولى أن نحتفل بنجاة سيدنا موسى منكم أيها اليهود. وبالتالي تعظيم الأيام والشهور والأوقات لأجل حدث عظيم حصل فيها هو من صلب سنة رسول الله. وأي حدث أعظم، نجاة سيدنا موسى أم ميلاد سيدنا محمد؟ كلاهما مهم، لكن الأعظم ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة صريحة واضحة في مشروعية الاحتفال بمولد سيدنا النبي. طب الموالد في مدينة نابلس قديما تحدث عنها المؤرخون أنه لم يحدث كما حدث في مدينة نابلس، كانت تقارن بالاحتفالات في مسجد الجزار في عكا، لكن كانت هي تطغى. ما الخصوصية في هذه المدينة؟ نابلس دمشق الصغرى. نابلس هي الوجه الآخر للشام، شام سوريا. ونابلس الناس فيها بعمومهم ميالين للتصوف ولعقائد السادة الأشاعر، عقائد المذاهب الأربع. وبالتالي حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختلط بدمائهم ويسير في عروقهم، سير الدم في العروق. وبالتالي يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة في يوم مولده، يعني لو تنزلون إن شاء الله يوم في هذا اليوم، لو نزلتم أكيد يعني رأيتم هذه المظاهر الاحتفالية التي انطلقت على بشكل فردي، بشكل يعني عشوائي، بشكل يعني عفوي. الناس تحتفل بشكل عفوي، الاحتفالات الرسمية والاحتفالات هنا وهناك هي لا شيء يذكر أمام احتفالات الناس بشكل عفوي وتلقائي. طب هل هناك اختلاف بين الاحتفال قديما في مدينة نابلس والاحتفالات الآن؟ يعني قديما كانت فيها أبهة أكثر وفيها تفاعل أكثر، لكن بدأ الأمر والحمد لله رب العالمين بدأت الأمور تعود إلى سابق عهدها والناس بدأوا يتفاعلون. نابلس لماذا؟ لأنه سكان هذه المدينة هم شاميون كسائر فلسطين، ولكنهم يعني ربما فيهم زيادة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الأفكار المنحرفة التي تنشر الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الأفكار الظلامية، الأفكار التي تنشر الجفاء لرسول الله، ليست متغلغلة كثيرا في المجتمع النابلسي. إعادة عقد المجلس الأعلى للتصوف في فلسطين وإعادة إحيائه، هل كان له دور في إحياء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ المجلس الصوفي الأعلى بفضل الله تبارك وتعالى تم يعني إعادة تفعيله. هو أسس على زمن أبو عمار رحمة الله عليه، الرئيس الشهيد ياسر عرفات عليه رحمة الله، وبقي قائما لكن غير مفعل، فعل مؤخرا قبل 6 شهور تقريبا، وله دور في يعني إحياء هذه المناسبة الطيبة في سائر محافظات الوطن. نابلس يعني بطبيعتها تحتفل والمجلس الصوفي يزيد زخمها، لكن المجلس الصوفي سيكون له دور في المحافظات الأخرى في سائر أنحاء الوطن من أجل يعني نشر الفكر التصوف، فكر التسامح، فكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
وحب الصالحين وحب أهل بيته الطيبين الطاهرين. طب شكرا لك شيخ سعد على هاي المداخلة الجميلة اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف. مشاهدينا الكرام، في ذكرى العطرة لمولد حبيب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نختم هذه الأمسية مع فرقة أحباب المصطفى التي أطربتنا بالمدائح النبوية والذكر الطيب، علنا نشفع أو ننال من شفاعته يوم القيامة. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك الأولى والصخرة المشرفة مسرى نبينا. أقصانا يا نور العين قبلتنا الأولى والصخرة المشرفة مسرى نبينا. دعوة بالله يا رجال بالله دعوة، بالله دعوة يا رجال بالله دعوة، بالله دعوة يا إخوان بالله دعوة. أبو الزهراء جدنا يا حبابي يا خير
على الكوثر ينادي، على الكوثر ينادي، يا المحب لي يلي 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 قيوم الله، حي قيوم.